في الجزء الثاني من ليميسيون صارت الاربعه. نشكركم على اختياركم قناه التاسعه، ونشكركم اللي تفرجتوا فينا في صفاقس الجمعه اللي فاتت. كنا البرنامج الاكثر مشاهده نهار الاربعه في مدينه صفاقس، دونك تحيه كبيره برشا للصفاقسيه اللي تفرجوا فينا، بارك الله فيكم مره اخرى. باه يا جماعه، جات بحثنا الجميله الانيقه من احسن معنا دي جيت في تونس. دي جيت دي جيت 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 ما جيت ميس ام، مرحبا. مرحبا ميس ام. امين اغنيتي هذه راي خرجت عندها 5 ايام صححتها مع لابيل من نيويورك. اسمع سيدي او سمالة ولا لوح تدور بنيتها هي اللي انتشروا الفرارات تغني عليها شمس حاجه تجي هذايا كان تغني عليها حاجه. بيرلاغو اسمها. بيرلاغو اسمها. بيرلاغو. بيرلاغو هي اللي نشرت الفريرات. ليه خاتيني. ليه 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 مستقيم مستقيم. مرحبا ذكرى بحضنا. شنو رايك في الامبيونس؟ كنت تفرج فينا قبيله. سوبر على الاخر يعطيكم الصحه وياسر حلوه ليميسيون. وتكون احلى كتدا موجوده بحضنا الانيقه المزيانه الجميله. يعيشك. تود سويت نرجعوا في جو الموسيقى، تود سويت نلعبوا ميوزيك كويز مع دنجور. جماعة اخويا شيخين لهنا في الاستوديو ونعملوا جو اكثر كي نسمعوا دي سينجل يجيونا من فرنسا من عند الانتربريت هذا. ليتيسيا ماتر جيمس ماتر جيمس بلا ماتر جيمس ماتر جيمس هذيك هو نقدم لكم ماتر جيمس بلا. اجابة صحيحة. ناخذوا طيارة نمشيو للبنان وين موجودة الفنانة هذه. إليسا بتمون. إليسا بتمون إجابة صحيحة. من عاد أحكي أنا بتمون. الله الله، مين تعرفها مريم الغناء؟ نعرفها. إي مين تعرفها؟ نسمعها. فين عام خرجت؟ ليه كيف ما تفكر؟ اش معناتها بتمون؟ بتمون لا لا لحظة هي صح. اش معناتها بتمون؟ فوالا. هاي. بتمون صغير. ما نفهمش. بتمون صغير. بتمون صغير. أي. بيت المونة. بيت مون. بتمون. بتمون. بتمون صغير. عندك بيت مون وبيت هكا. مون القمرة. مون أي. بيت نوم وبيت سالة. بيت نوم. بيت نوم. يا جايز هكا فهمت انه الطفله ذي قاعده تفسكي مش عارف منين. لا 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 ما نعرفش. من حالة نزلتك ايه. فو لي فام. اجابه صحيحه. فو لي فام. الله 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 السينجل اللي بعده تدسيت. فريد. فريد لا ترجع يا حبايبي يا غاليين. برافو. لا اليوم عامل جو جايز محليك جايز محليك تبدا في نشاط وحيويه جايز زوجتي وكلها لا 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 دويو راسك متفرغ فتح راسك متفرغ متفرغ راسك متفرغ. المره هذه باش نبدلوا الموجه باش ناخذوا طياره لامريكا ونلقاو السنجل هذا.
shout for this major laser. Major laser, إجابة صحيحة. ايه بعلوش الاغنيه ذي ذولي عملت لها بارودي ذولي بالوقت لا ما عملتلهاش بارودي اي كيف لا ما نقبل نغنيها هكاك سروال لي فيز قدك ما غير ما تقيس نشرب الدينار ولا نشرب الدوبيز انا بعدها الاغنيه اللي بعدها نمشيو للمغرب بكل ثقه في النفس بعلوش ما زلت ما بديتش ومشيتي فيها ومشيتي فيها الغطا لديها كنت حوت حفرها من يوم طحت فيها يلا دابا عقتي وبالقلب فقتي ناري وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها سينجل اللي بعده نمشيو لفرنسا مع بعضنا ناخذوا الطيارة إديت بياف ريان دو ريان برشا حب ما احلاها الامبيونس كذا فيها برشا حب خويا باه نيلو بيان يجي البنا نيلو بيان نيجي البنا سيقريمون على مية المرة ذي بعلوش شو يا شمس توعدوني يا خاطر السنجل هذا باش نهديه لواحد فيكم برا كيفاش عرفت سامح؟ ما عرفتش حسيتها شكون قال لك؟ هذا دليل انه عندها فوسكا والله ينحس بالله تراخى شوف شكون يطلع الساعه هذا مسايا الله الله أمي عزيزة نحبك على الأخر نحبك على الأخر عتنا نحبك شبيك بيت أمي عزيزة عتنا نحبك على الأخر عزيزة شبيكم يا عزيزة أخي يا أبو الأبيض قل ليش نحبك هي في بالها عنوان الغناية نحبك لا هي الغناية اسمها نسية هكا ولا لا نسية هو يحبك مش نحبك على الأخر حتى أنا نحبك حبك أمي عزيزة حتى أنا نحبك رسول دي نحبك نسية كله الله الله مش نحبك بارك نحبك شي حكيت سيبولا بيار مع دابوس الجازوز جازوز لا مش جازوز طبويت طبويت اي اي صغار ما قلتها على المره الاخرى في العيد الصغير احنا نقراو في بريمير القسم الثاني ولا الثالث نعيدوا نلبس حوايج العيد ونخرجوا نحوسوا في لافينيو كان قبل وين صامبا تاع ابن خلدون كان هذاك اسمها اي لا اسمها الخياسه صامب وين صامب ابن خلدون اسمها اسمها صامب ابن خلدون لا لا نسيتها نسيتها لك علي نحبها وين نسيهم يا زيد الجندي المجهول الجندي المجهول صحيح هكا ولا اسمها الجندي المجهول البقعه هذيك كانوا قبل دايرين بها ديما المصورين ومتعدي من غادي يصوروه بولا بيار انا ديما مخاف خاطر من دارنا مع عائلتي غمز المصور صورنا قلت له ما صورت قال لي لا فلاش وبرا ومن بعد ما قاطر عندي توا التصويره موجوده صغيره انا من صغيره قاطر الاغنيه هذيا تفكرني خاطر هو نهارته شاني كاس ليموناده في العيد ويقول يا ربي يا ربي ان شاء الله ما تقوليش شاني حاجه اخرى اي هو عندك طابويت تاع الجازوز حاطته في مكتوبه زعما زعما فلوس فلوس يشقشقوا في مكتوبه هو صغير معناتها قداش تقريبا عمركم وقتها يمكن 12 سنه 13 سنه حاجه كيما هكا في العيد خرجنا في العيد القسم الثالث ولا القسم الثالث مازلت ما خلطتش القسم الرابع بعد جينا احنا قلنا عيب لا عيب لا عيب عشنا مع بعضنا اي اي مش عيب هذاك مش عيب وقتها يا عزيزه عزيزه نسايا من وقت الصغر للحنايا الناس كل تهز ايديها لفوق في البلاتو تسمعوا السنجل هذا الناس كل تشطح 3 2 1 توب هذه دي جي هاي لحامد
بجاه ربي استحفظونا على الاستوديو ما تنجم شو صبعو مسكين به سينجل هو انا اريك برايدز بيانو اجابه صحيحه الميسيون تاعنا تنجم تعبر عليها الأغنية هذه في كلمة اسمها ويهبل يهبل كيما جونا صحيح ويهبل ويهبل نزلوا عين نزلوا يخت العجل جميل من النار وحالي جميل نزلوا عين نزلوا يخت العجل جميل من النار وحالي جميل نحبه في صهر جميل بالي حيا نحبه في صهر جميل بالي حيا ويهبل يا خويا جاونا يهبل في الميسيون هذه الدخله تاع دوزيام بارتي نتعداو تو دسويت للانترفيو مع ميس ام تو دسويت للانترفيو لا ما تخافش انا نوعدك بحاجه الانترفيو باش يمشي في زوزه سيمي كهو ليميت معناتها في بالكم ولا لا ما عادش انا عندها حب خاص جدا لزوز من الناس حمد سلم عليهم كان قاعدين يتفرجوا عبد الرزاق وعلي اللي زوز راه مع عموماتها دونك عمها عبد الرزاق وعمها علي قدم لهم تحيه بالمناسبه دونك سلموا عليهم برشا كان قاعدين يتفرجوا توا وعلى راسهم سيد الوالد بالطبيعه بابا هو اكبر منهم راه ابوك هو اللي اي هما عموميتي اذا سؤال عمي عبد الرزاق ولا برافو سؤال عمك كذا دونك انت تو تعرفش عملت قبل استنى عبد الرزاق في الاستوديو شمعناه؟ حتى شيء شو قايس؟ صحيح ولا قايس؟ رايش يقول لك وراي سؤال خطير اما عندك شبيهة من عمك؟ انا ومنهم انا ومنهم ما هو منهم؟ علي وعبد الرزاق عبد الرزاق قال لك شبه عبد الرزاق عندك شويه في عينيك هكا تختفي هما اللي مصنع لي بيه خمسه هما سته ولاد سته بارك الله سته عمومات عندكش عمه؟ لا سته توفي وزوزه الله يرحمهم من عام باهي السؤال اللي باش يكون ديجا باش تشوفوا انتم توا في الاكران تصورها مع عبد الرزاق وتصورها مع علي دونك وهي صغرونه ديجا الساعه دونك شكون بينهم الزوز بين عبد الرزاق وعلي حزار اكثر عليك؟ عمو علي اكيد علي حزار اكثر من عبد الرزاق برشا زاده حزار انا فوالا هذه تصويره فوالا هذه علولو هو صغرون وهذيك ميس ام عمري عام غادي في العيد لبست العيد هيك مصلي على النبي كنت فاخره كنت فاخره وبعد شربت ولا كيفاش؟ صغرى شعرها اصفر وهي اصفر على الاخر كيفاش حزار عمل لك مره حاجه نتاع حزار علي؟ اي وانا في الليسي مروحه سته نتاع العشاء مروحه انا وزميلي كان يقرا معايا معناها انت تحب تقنعنا توا اللي هو زميلك اوه زميلك كان زميلك راه ما تغشش عليه نورمال سته مروحين في الليسي وزميلي نظرة روحي في جوي زميلك والله شدني وقتها انا وياه داخلين وشدك زاده مع زميلك ضربني بكف وهو شدوا من وزنيه وانا ضربني بكف شدوا من وزنيه وقتها قالوا شكون طوطان النقرة ويتي ماني وقتها عمري 12 13 سنة 13 سنة كان يشرب فيك في الليموناضة دونك قعدت من الكف هذاك قعدت تخاف منه معناها توا وبعدها ما عودش معناتها ليه؟ تحب تكلموه في توا معناها تكلموه في سيرك في بيه ايه علولو؟ لا انا انا كاب عمها ضربها بكف وهي صغيرة قالت روماتيزي ما ضربها مالش عندك ما ضربها ونعذر بالكف شكون بيناتهم اقرب لك اكثر؟ عمو علي اكيد علي زاده ما الكف وليتو اقرب
ليها انا بابا امي طلقوا وانا صغيره ودونك بابا يخدم في النهار يحط لي في دار مامتي وعمو علي وقتها ماهوش معرس مازال معرس عبد الرزاق معرس دونك عشت انا وعمو علي مع بعضنا معناها عشنا كل اخوات عشت معاه هيك الوه اقرب له باه شكون ما بيناتهم الزوز شجعك باش تدخل للدي جيينج حتى واحد فيهم حتى واحد فيهم الزوز لا اكيد لا حتى عبد الرزاق كول هكا شويه ليه نعم من الاول لا معناها من الاول وزيد انا اول وحده معناها بديت 2010 معناها كانت حاجه جديده على العائله وعلى الشعب الكل ولا هذا معناتها لهنا بدات دي جي على صورة نسخن انا وقتها بديت نسخن معناها التحضير ما حلاوه صغرونا ما حلاوه تحضيرات وقتها نسخن وقتها بديت باهي باش نقلبوا السؤال وبيدو باش نقلبوا انا شكون منهم جا ضد دخولك للدي جيينج؟ الكل الكل حتى زوز زاد عليهم الكل حتى واحد مقبل وعليه مثلا عبد الرزاق شنو قلقوا مثلا؟ ليه خاطر خدمه نتاع بالليل وخدمه نتاع رجال اكثر وفيها برشا ريسك و... لا لا انا نعطيك انا صحيح ما يساعدهم شغل جواز ورقه وذكر جوستومون هذا السؤال اللي بعده لا جوستومون شكون ما بيناتهم كي تراه في سهريه تدخل بعضك؟ عمو علي عليك ترى في سهريه تدخل بعضك الكف هذاك برامو على خلالها ترانس في حياتها مش نعطيك تصويره جبناها بالسرقه عليك ربي يستر التصويرة هذه فيها كلون قولي ما زلت خاف من الكلونات ولا تصويرة فيها كلون لا طلعوا ساعة ساعة خفرها حطها حطها للسادة المشاهدين ساعة باه حاولوا تطلعوا شكون الكلون هذا لا بالحق ما تقولش اللي قالوا علوش تويكا شكون الكلون جعفر جعفر القيسمي قدم له تحية بالمناسبة سلموا عليه جعفر كنت مغرومة به مليانة صغيرة كان هو ينشط في إسباس ما نجمش نقولوا بيبليسيتي معناها في إسباس في اللاك كان هو ينشط وكنت ديما نمشي له معناها نغني ونجحوا فهمت مليانة صغيرة ما شجعك جعفور الدي جيينج وكل لا وقت انا صغيره كنت نشطح ونغني وقتها معناها هذا سؤال على طريقه عبد الرزاق مش بالعاني نشطح ونغني وقتها شكون فيهم الزوز علي وعبد الرزاق احن تحسوا حنين في الحنية عمو على شي كف وحنين عمو عبد الرزاق في الحنية رزوقة رزوقة أحن عمو عليه شو يخبي برشا مشاعره هذيك المشكلة فيه يخبي ياسر مشاعره يخبي في المال ريته يخبي في مشاعره أما رزوقة حنين برشا وي رزوقة أكثر في الحنية يبكي لكم في الدار عمو عبد الرزاق ما هو خاطر حنين رزوقة انا مريتهم بكيو كان وقت اللي عمومتي كي توفيوا الله يرحمه بالله بالمناسبه سلم على ابوك خاطر مره مشيت بحدا اي وين سلموا عليه بيان سور على الاخر صحافي بيان سور سلموا عليه برا شكون منهم الزوز تتفرج فيه؟ عمو علي الله الله عبد الرزاق دي موش حنا بعض زعما مشينا لا عمو علي اكثر يا علاش تتفرج فيه وما تتفرجش فيه يعجبوني لي كا ذوكم اللي يجيبهم وكل يعجبوني فهمت البيعه انا طبعا رزوقها ما ضربهاش وهي صغير دونك قاعد تفرج في عالم ملاكه بحذاك اختك بلا يفرح بها بعرفش قاعد تفرج فينا ديما نحن نعرفوا الزوز اللي انت تحبهم تحبهم الزوز على الاخر اكيد شكون فيهم كمنشط يعجبك اكثر؟ شو معناها في التنشيط كل واحد والتجربة والخبرة اللي عنده عمو علي معناها عنده بريسك 26 سنة ملي كان معناها في الكانال 21 كان تذكروها كانت عنده ليميسيون الخطوة الأولى وسعد صافي كنت نمشي معاه وأنا عمري 6 سنين وقتها من بعد في القناة قنوات الآخرين وكل عمو عبد الرزاق معناها هنا هنا اللي عنده 7 سنين 5 سنين دونك كل واحد وتجربته هي اللي تحكم عليه عنده أكثر معناها أكثر عبد الرزاق عنده اكثر من 5 سنين عمو عبد الرزاق 7 سنين عبد الرزاق من قبل الثوره ديجا معناتها قبل الثوره بعامين عامين ثلاثه 8 سنين مينيموم عنده 10 سنين عمو علي 26 سنه وعبد الرزاق 8 سنين دائرة الضوء حاسة دائرة الضوء جريدة جريدة كان يخدم فيها دائرة الضوء مش نعطيك كل مرة أغنية تقول لي منهم للزوز باش تكون تهدى دائرة الضوء أضواء أضواء هي جريدة سامحني أضواء أضواء دائرة الضوء برنامج باهي باش نعطيك كل مرة أغنية قول لي شكون منهم تهداها وعلاش باهي نبداو مع الأغنية الأولانية لشكون تهداها؟ لا هذا ونهداها لحتى حد حتى واحد فيهم؟ لا ها باهي الأغنية اللي بعدها هذي كل يوم حبك يزيد عامل وسط القلب عيد لشكون تهداها؟ هذا نهداها البابا أكيد معناها الوالد ربي يفضله لك إن شاء الله الأغنية اللي بعدها هذي بينا يا مني لا
شبيك ما غير تشويش بعلوش قول لا انا هديها لشخص في مخي لا الواحد منهم الزوز قلت لك يا علي يا عبد الرزاق اختار لا 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 الزوز باهيين لا الزوز باهيين لا حتى واحد هاي اختار شخص في مخي وكها دي جي زاد هو لا لا باهي وهذا شكون العبد هو بيدو زاد بس الشخص اللي في مخي ما تجيش تقول لنا عبد هو بيدو معناتها المشاهد مش يبدا اول توا راهو شكون؟ شخص في مخي وكهو هي قلنا احنا ما نجمش نقول لكم لا تضحيه ربي وزيد معناتها خاينه وما عاد نصفيك ترى الاغنيه هذيا بالله كلام الناس هذي يمكن نهديها للشعب معناها اللي يبدا يتخيل في حكايه لا لا منهم الزوز علي اهديها لروحك واختار هاي نهديها لعمو علي نقول له راهو كلام الناس كلام الناس ما يهدكش خاطر خدم في كلام الناس مثلا باه الاغنيه اللي بعدها هو بيدو جيت تضحيه وزيت تستناه المشكله اللي انا عندي الاجوبه كلها وما نجمش نقول لسانها لا غل انا عندي احساس اللي هي قاعده تعيش في علاقه حب مادام انت قاعده تعيش عاشتها سعيد ادلج قول لنا حاجه جماعه ما حب يقولوا لنا شيء قال لي ولا ما نعرف اي تحب شكون تهديها هذا الشخص اللي في مخي في مخي اذا نعرفوش شكون تراب الليلي بعد هذا عيش معنا الروح الاغنيه نتاعك قد جبتوها قد قد في الاغنيه هذه شنو تضحيه وتقول بعيد انا يجرجر لي معناها لا لا والله هذا مره معناتها صغير صغير العباد تالي بعد زاد هو حصل ديجا ماسيمو هو حصل ديجا عارف معناها بيانتو لا مازلت صغيرة عاد تعرف شنو؟ ما هي مازلت صغيرة صغيرة بلا تقضي عمرك 28 28 سنة مازلت صغيرة خلت عمها عنده 26 سنة ترشيد وهي وقتها الأولى عمرها 6 سنين عمرها 6 سنين لا أنا من 46 لا لا 32 لا من 32 برافو كياس يا شيخ لازم تدخل على جوجل ويكيبيديا تحط ذكرى شابي تلقى 6 اكتوبر 89 6 اكتوبر 89 اللي بعدها دنجور حنشوف ترى الشخص اللي حصل شكون؟ واللي في مخي اللي بعده ترى مش تونسي بالله اللي بعده ترى مش تونسي مش عادي يوشوا شو ذا اسمعني كانك سامحوني خلينا نعملوا حلقه اليوم وحده وما لو كان قصتها معاه وصحبة واحد اخر جديد دي جي او قلت انا يكذب عليكم يكذب عليكم معرس معرس لازم عنده وصال عنده يمن وعنده يعني انا برشا دي جيت في تونس وفي العالم شكون يكذب عليكم بالعالم بالله ترى خلينا نشوفوا اللي بعدها هذه اللي بعدها شو سهل الحكي نورمال هذا الاماني اماني صاحبتي اللي في الكوليس تاع اللي بعده ترى جورج نحبه برشا شكون تهداها؟ عبد الرزاق هذا برجولي رزوقة رزوقة باهي خويا عطيها صح عطيتها توشوش ايميسيون كاملة هي وبعلوش ما عرفناش شكون يا شمس اللي وشوش نسنو يلشلش كنا صغار نقولوها قلنا شكون جايز بالك كان سمعت حاجة ومش لازم نقول لي قالوا لي خلف الله خير قول لي يا مان خلينا نعرف شكون كان سمعت حاجة خويا ضوينا ضوينا بعلوش شكون راه طفلة سهلة أنا في صغيرة وتحبني برشا ومغرومة بيا الخطة بعد البيت وكبرت توا تبارك الله غابت عليا صبية ولا تبارك الله 32 توا مصدق 32 سنة عام 89 عام 89 28 عم ككح معناها على كل حال ربي ان شاء الله يحدك في الاقدام ويسعدك في الاقدام وان شاء الله تنسى المآسي نتاعك وان شاء الله ما تعديش عند عمك تشكي وتبكي ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك ويطيح بيك ولد الحلال امين يا ربي امين زغريتهم يا عزيزه بالله وليتيسيا زي قالك لي زهرة تعرس مروح لأخرى
قياس اما كان زغرد لك مريم تقعد بايرة صيف عليك باهي اسمعني يا قياس والله عندي سؤال خطير خير ان شاء الله والله سؤال خطير بالنسبه لك انت امي عزيزه وشمس نعم شفت منك انت نعم ما بار الطب الشرعي الطب الشرعي اخر مره قياس مشيت لبواتا وقتاش انا ريتك كلكم صغار ما كنتوش موجودين يعني يصيرش وقتها وقتها كل عام 78 79 كانوا فهم بوتيت امبوسيبل كوم دي مونت قالوا 79 بوتيت مش موجودين ثم مونسيور ثم كريزيور ثم لحظه لحظه هذا تو السؤال عرفت الاجابه نتاعو بعلوش اخر مره مشيت لبواتا وقتاش امبارح توا جمعه جمعه باه شمس اخر مره مشيت لبواتا وقتاش ما نصرش انا ما اي اخر مره اخر مره نهار السبت اللي فات في الميلز في سوسه باه نهار السبت اللي فات امي عزيزه انا عام 79 في الكويت اها مع منصب السويسي ليه مشينا 79 79 مشينا مع منصب السويسي في الكويت مع معناتها عشان صبايا وساع العنب وشيت بنادم ومجموعه من ام كلثوم تغني في بواطه يا اخي وقتها ولا اسمع الجو انا الدنيا عطيت على راسها في صغري ومتعت شحت لحظة 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 يا بعلوش 79 وكان فما الدنيا عطاتها على راسها أمي عزيزة وقتها عام 79 هذوك مغربية في الكويت في الكويت في الكويت في الكويت في الكويت بعلوش بعلوش خلوني مع أمي عزيزة ما يتدخل حد كيفاش الدنيا عطيتها على راسها معناتها في صغري معناتها صغري تفرهت رقصت وغنيت ومثلت لبست جوبيت قصار معناتها لبست الميني لا 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 ما من هذاك جات نرمين بحذنا قلت لنا عيب عيب شنو هي؟ نرمين صفر هي خاطر هي لابسه معناتها هي لبس هي لبس لا لا مش في دار في سهريتها اه سا ديبون وين لبستو هي مش في تلبزه مش في باهي اه يا جماعه باش نهزكم الكل توا مع بعضنا ومع الببليك باش نمشيو لبواتا الناس الكل مع بعضنا امي عزيز تمشي لبواتا توا هيا لا 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 والله لا والله والله ما نمشيو قايس تمشي لا 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 في العمر هذا كيفاش تمشي تحال لا نصلي وانا ما نعرفش نتعداو للعلبه الليليه في ليميسيون مرحبا بكم يا جماعه في اقوى علبه ليليه معكم سيد الناراتور اللي باش يحكي لكم القصه كيف صارت دونك في العلبه الليليه نتاعنا موجوده دي جي ميس ام حاضره ومشنعه الجو ومحفله الجو مع الكوبليك وكما قاعدين تشوفوا كما قاعدين تشوفوا العلبه الليليه معبيه على الاخر بارك الله معناتها البيست معبيه داير كيما سهريتها كل هذاك علاش العلبه الليليه فيها بورتيه خشين اسمه شمس الدين باشا سارة مازالت كي بدات وشمس الدين باشا يجيه اول حريف يحب يدخل للعلبه الليليه هو طارق بعلوش وماشي خويا لا مازال بكري خويا مازال بواطه معبيه علي نقعد نهرب وحدي في الدار انا البواطه معبيه قلت لك قاعد خويا البواطه معبيه بس سميتك عمري ما دخلت مسخ البواطه معبيه فهمنا هذا البواطه معبيه خويا البواطه تبعد خويا شبيك فما هاي شنو بلا سميت خمد شنو بلا سميت سكن البيبان خويا لا لا من غير واحد اي شنو اللي في روحك عامله في روحك هذا يا خويا شنو هذا بشتيح راه والله بشتيح انت منين خويا ما انا حومه اقسم بالله بشتيح راه ما انا حومه انت خويا ما انا حومه شو عليك في الحومه في الحومه وكل في الفضاء انا في الفضاء تو برسم يمك برسم يمك ماني خويا جرب الهم اللي في راسك هذي ادخل معنا في العلبة الليلية ما زال كي جي راجل محافظ جدا هو راجل مثالي رب عائلة مثالي هو موظف سامي جدا وهو صاحب أعمال ورجل أعمال كبير برشا في البلاد دونك مازال كيروح من الحج
وخرج من الحج طول قال نمشي نعمل طلة باش يتفقد. دونك يدخل بحضرنا عبد الحميد جايز. عظيم السي الاحمر شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ انستك بالبنيات. تفضل 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 تفضل. لا خلي عندك خلي عندك والله ما تخلي عندك والله ما تخلي عندك والله ما تخلي عندك. ولهنا البورتيه باش يسال سؤال سي عبد الحميد باش يقول له شكون هو ما سامحني زوز اللي شايفهم معاك. بالله شكون هذوما الزوز اللي معاك؟ شكون هما؟ اي شكون هما الزوز؟ شكونك اختي؟ هاي مدبر. وانت شكونك؟ جاي مع زوز شجر. لحظة يا اخي احنا ما عندناش كرنفال خويا لاني راهي بواطا سي الاحمر عايش خويا شنو هو تويك؟ وباش يمد له الفلوس باش يبدل راي. طندون شنو هو خويا هذايا شنو هي المناظر هذوما؟ شنو هو تويك؟ ولاو محلاهم توا شفت. ملا زينة ملا نخلة ملا زينة. ما شاء الله تفضل 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 تفضل. وفجأة هما قاعدين هكاكا وتجي أمي عزيزة أبو الأبيار. عسلامة. تفضل. شنك وليدي؟ عسلامة. لاباس. الحمد لله. ماني بينتك. اسمع في الدريزة نحب ندخل. فاش تسمعي؟ الدريز باكله بعضها والله يا وليدي شش نحب ندخل نتفرج فيه. اجي تعرف قداش الوقت طويل كما وتعرف اي ما هاي كيفاش؟ يعمل التسعه نتاع الليل. انا التسعه نتاعك يا اخي انت كيفاش يا حاجه؟ اي وليدي شوي والدنيا الدنيا تبارك الله اللهم صلي على النبي الدنيا سخونه وانا قلقت سمعت الدريزه حبيت الجاك نشوف الجو. تحبي تحبي تتفرهدي؟ اي قلت هكا قلت هكا قلقت وليدي وليدي قلقت قلقت. اي تعرف شنو هو البلاصه هذيا؟ انت تعرف شنو انت هذيا؟ لا وليدي ما نعرفهاش زعما. شنو هي البلاصه هذيا؟ طلع ترى طلع وحدك طلع يا ميمس. طبيب عرافه. ما تكون كان الكدا. هذيك هي ما لا تفضل تفضل. عاش وليدي. تفضل. في العلبه الليليه فجاه الاخ بعلوش الفرير مشى يكلم في واحدة من الفتيات وجايس ما عجبوش الحال. واحدة في الدار. حرام عليك. وجايس يضرب بعلوش بالسياسة مش جايس مش بالرسمي والبورتي يسمع لي فما عركة تخل. شنو 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 أمي إيش تعمل هون؟ شكون أنت؟ قال أخطأ. قالوا أمي إيش تعمل هون؟ أمي إيش تعمل هون؟ شنو هذا؟ نعطيكم موعد مع الفلوس الكاش. الفلوس الكاش هي اللي تربحوها في الليميسيون والليميسيون اكسترا نهار الاربعاء ونهار السبت. تربحوا كل حلقة مليون كاش كامل. ان شاء الله الف مبروك الف مبروك ليك المليون. هذا المليون يا لله وان شاء الله الف مبروك ليك. هذا يا اخويا الجائزة نتاعك ماذا بيا تاخذها والامانة وصلت. الف مبروك ليك حتى صفيقة كبيرة برشا ليك. انا نطلب التياج نتاع العشرة مليون. السادة المشاهدين ما تخممش برشا يلزمك توا تبعت اس ام اس تنجم تربح مش مليون ماهوش اثنين مش ثلاثة مش أربعة مش خمسة مش ستة مش سبعة مش ثمانية مش تسعة أما عشرة ملايين كاش. ألف مبروك للفائز بمبلغ عشرة ملايين كاش. عشرة ملايين هذوما هذيك
تصفيقة كبيرة برشا ليك. موعدنا إن شاء الله مع 10 ملايين كاش أخرين. يكفي إنك تبعث بالإس إم إس على 85 65 متأكد ماكش تضيع الفرصة، أبعث إس إم إس وإن شاء الله تكونوا من الفايزين. جوميا اول سيت دو فونت اون ليني باش يعمل سان فالونتان خويا على بكري من نهار الاثنين، يحتفل جوميا بعيد الحب من الاثنين الجاي حتى لنهار 14 فيفري، وين باش تلقاو دي بروموسيون اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 60% كامله 60% خويا. والمره هذه جوميا باش يربحكم خمسه كوبونات بقيمه 100 دينار الكوبون الواحد. خمسة كوبونات. كوبلوات. خمسة كوبلوات عصافر. كوبون. لا مش كوبلوات. كوبونات. كوبون. كوبونات. كوبونات. حتى عيد الحب وربحكم كوبلوات. شحال القهوة في جوميا نجم يربحكم كوبلوات. حاضرين باش. 50% زاد. لا هيك عاطي فيهم 50%. دونك باش يربحوا يكفي انكم تدخلوا للسيت jumia.com.tn تفركسوا على التصويرة نتاع الكوبون. فوالا. كما هذايا اللي موجودة هنا قدامكم اللي قاعدين نشوفوا فيها ديجا توا، تفركسوا التصويرة هذه تحطوا جاشات. يكفي انكم بعد تنزلوا على جاشات في وسط السيت تلقاوها، تلقاو واحده فيها اللوجو نتاع التاسعه. اللي فيها اللوجو نتاع التاسعه هي اللي تنجموا تلقاو فيهم لي كوبون اللي يربحوكم في الكاتيجوري كلها في وسط السيت نتاع جوميا. دونك مش في كاتيجوري معينه تلقاهم، لوجوا عليهم لين تلقاهم. اون توكا اللي باش يكمانديو الاولانيين هالكوبونات هما اللي باش يربحهم السيت كما قلت كوبون بقيمه 100 دينار كامله، ويكلمهم سيرفيس كليون غدوه الخميس باش يفسر لهم كيفاش يشريو من السيت بقيمة 100 دينار كاملة. ادخلوا فازي تو هاي جارية جارية امشيو ادخلوا للسيت jumia.tn. نحب الناس الكل تمشي تعمل طلة وان شاء الله انتم تكونوا من الفايزين. جوميا يحب يقول لكم نحبكم على الاخر مناسبة عيد الحب عايش. واحنا نحبوكم على الاخر عايشك جو تيم قياس موسي كوبون مقتطع مقتطع فوالا واحنا ما غير مقتطع اما جينجل اللي باش يتعدى توا تونسيت نلعبوا الكاسك في ليميسيون. خويا من الروبريك اللي نشيخ عليهم ونعمل عليهم جو، متاكد حتى انتم الساده المشاهدين تعملوا جو، خاصه كي شمس عنده الليستا ومريم تلبس الكاسك توت سويت. نلعبوا مع ليكيب الاولى. ما فاسكيناش راهو رد. سرخام اسمعنا نقول فاش قاعدين يحكي. ما فاسكيناش عمري ما فاسكيناش. شوف توت سويت. ما فهمش نفاسكي. انا شمس الدين واسمي نزيه. سنة ديجا. نلعبوا الكاسك توت سويت. شموس عنده الليستا، مريومة تلبس الكاسك ديجا لابسه. توب كرونو. اكواريوم. أكواريوم أكواريوم صحيح صحيح تروتينيت هابط بالإغلي تروتينيت بسكليت تروتينيت تروتينيت صحيح صحيح خلخال خلخال مدام عزيزة خلخال 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 صحيح لا لا قالت خلقال خلقال خلخال خلخال صحيحة فوالا كيسة كيسة اي مطهرة 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 ها مطهرة صحيح ما تعرف ايش هي مطهرة عدس وكونتيل عدس وكونتيل فريت عدس وفريت عدس وكونتيل ما عادش بكري كوتيب كوتيد كوتيد كونتيل كونتيل كوتيد عدس وكونتيل عدس وكونتيل هاي مسج هيك هي انا غلطي لا حول ولا قوة قنوية قنوية هاي قنوية قنوية هكا وشق وديد وشقو يا سحارة يا سحارة ضربوك في البخوخ لا انا ما عنديش وشق وديد وشق وشق وديت وديت صحيح وشق وقياس شيخ الويل ايجا ايجا فلية 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 امبوسيبل تعرف فليريا تخبص فليريا لا لا غلط غلط فلية فليريا وي تعرف الفلية زفت 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 زف زف جبس زفت زفس زفت قفس
زفت جبس زفت 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 من جمش نطق هاي عرفتها زفت زفت هي زفت 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 هذيك هي زفت وفيتك هاوخ فما كلمات ما طلعتهمش ولا ستوب ستوب الكل سيبون سيوفي نحسبوها طلعتهم عملت فور طب مش معناتها فلية مش معناتها فلية يا ولدي نقرا من المهكيك ايش معناتها فلية اوكين ايدي علاش ما قلتش قلاية ما عادش نطاقة كيكا شمعتها وشق وديل اوكين ايدي قالي في جسمة الأخرى شسمة خيط كذيكا شنية عدس سو شنية عدس وفريت كيفية عدس وفريت فريت باه أمي عزيزة أنت عندك الليستة ميس أم تلبس الكاسك هنشوفوا طايحوا عليهم ولا لا كاو قيد حتى هو عشرة نتاع الليل باه نلعبوا الكاسك أما هكا علي سهر على خير عاد مستانسة عاد هاي تونسي توب كرونو سافا سبيدري غزالة سبيدري سبيدري غزالة بركة بركار بركار بركات بكام بركار 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 هلا صحيحة راديو 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 قرط 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 زعفران زعفران زهر زعفران زعفران زعلا بكيتا 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 فالا هذه سحتج معدنوس معدنوس فالا وقيدة 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 فالا بزاز 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 اي اي ما منع انا بدي منع فيش بزاز لا بزاز ما طلعت هيش بس ما قلت بزاز لا ما سمعتهاش لا قلت بزاز سمعتها جايز قلت بزاز باهي نتعدى ولي بعض محبس محبس مهبة محبس محبس وركور رقم قياسي جديد دقيقة و24 ثانية شكون عنده احتجاج شكون عنده احتجاج قالوا له كنت تسمع شو شو يمس يا غشاش ولا غشاش كيف الكاس كيف الكاس كيف الكاس للأمانة من غير ما تنسى من غير ما تنسى للأمانة للأمانة الحس بتاع الموسيقى نسمع ما تسمعش مش على حاجه تعرفوا شنو اللي خدم مصلحتها هي من سنسه تخدم دي جي ولا قويه دونك راهي وتلبس الكاسك وترى العباد تسمع موسيقى دونك ولات تقرا من فهمهم حتى كي يكلموها دونك ولا هذاك علاش ولات تنجم تقرا على الشفاه والله بعلوش عنده ليستا ليتيسيا تلبس الكاسك نلعبوا مع ليكيب الثالثه الكاسك نحليك ليتيسيا اليوم بالشاشه نلعبوا الكاسك توتسي باش نتعبان الطفل 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 فرشيتا عاود عاود الطفل الطفل ف الطفل فر الطفل 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 مش طفل برشا الطفل زنباع شبال زنباع البارخ زنباع شنو البارخ زنباع شبالة زنباع زباعة هاي مريم زنباع اوكي سباكيتي سبيدري ليه عطالي انا يا ذي سباكيتي سباكيتي باكيت 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 شنو سباكيتي باكيت سباجيتي باجيتي كبسعبك سباجيتي باجيتي كبسعبك يلا على سباجيتي ببغيو جواجم شنو هو ويا جواجم الدنجرس ها شنو جبلتك جواجم جواجم شريطة شريطة شيشة ولا
شريفة. آه شريفة. 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 قب قاب. قب. قب قب. قب. كمبر. قب. كم. قب. كمبا. كرم. قب قب قب. لحظة 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 هو في التوقيت أما يلزم يكمل مازال يلزم يكملوا الليستة نتاعهم معقول قب 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 ساعدك قب ساعدك قب قاب صحيح قب ساعدك قب قاب تعال اللي بعدها معلوم نسري 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 أنا نسري في الليل نسري حرام عليك حرام عليك حرام علي نسري 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 مش نازري 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 بكري بكري متبعي هو نازري نازري هلا نمشي العتاب نازري مسيرش مسيرش عادي يحصل أنا أخ كدرير طاح نورمال 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 مازي بعلوش بعلوش نازري نازري هاي لوبانا 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 فراري فراري لوبانا لو 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 كو لو 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 نو 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 لوبانا لوبالا اي لوبانا عينينا لحظة قبل العينين ما زلت ما نتكلمش بفمي نتكلم مش بعيني ارا ارا أرا كلمة أرا 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 يا أرا أرا لونج يا شنو أرا لونج أرا لونج يا لوش أرا لونج يا لوش أرا لونج يا لوش أرا لونج أرا لونج هذي ما تطلعيهاش عاد نمشي نروح لحظة قصعة القصعة 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 شتاشتك شتاشتا قصعة قصعة عندك منها في الدار انت قصعة أسيت قصعة أسد قصعة أسال قولها شمس قصعة قصعة كسرة تعرفين القصعة لا كسعة معكمش قصعة في الدار باش تجبدوا الريون في الدار تلزا أبرا بولو هذا كان عايتوله بالتونسي قصعة آه قصعة أوكي قصعة يعطيك قصعة في يديك من أقوى الأطراح بتاع الكاسك اليوم هو لعبتهم معنا ومانو رومبيونس خويا ممتازة على الأخر حام نستقبل بحضنا الفئز أي حاولت تكون كول مما نجمتش برشا باين حام نستقبل بحضنا الفئز بمبلغ مليون كاش الأسبوع هذايا صاحب الحظ السعيد اللي بعث أو بالإسماس على 85-860 ذكركم لسعر الإسماس راو دينار و440 مليم فقط الفائز يتفضل بحذانا تنسيت مرحبا الفائز بالإسماس الجمعة ذايا مرحبا باه شاموسك الميكرو بالله يعطيه بحذاك ولا مرحبا أخويا مرحبا مرحبا يا سيدي باه مرحبا نعرف مازال بكري شوية أخويا مع الغالب قدمنا روحك بشير بن عامر بشير بن عمرو قداش عمرك وين تسكن 48 سنه سقيت الزيت سقيت الزيت اه صفيق صيب صراحه ممتازه اليوم دونك الفيز الاولاني بالاس ام اس كان موجوده قبيله من صفيقس اللي باح مع مونوبري والفيز معنا في الاس ام اس من صفيقس زاد كيف كيف حاشم شويه هو اي اول مره كلاش بدي نشكر حاشم لا والله اول مره على خاطر ندخل قل نحن معاك حاشم من عند حتى حد معناته والله يرعش والله عادي نرمال بلا تصفيقة كبيره ليه والله اول مره بيحكي لي معرس ولا اي معرس معرس وعندك صغيرات ولا في الميكرو معك عندي وليد وليد ان شاء الله ربي يفضلك شنو تعمل في الدنيا انت انا تاكسيست تاكسيست احلى ناس هما التاكسيستيه بالله تحيه كبيره برشا للتاكسيستيه باش قداش الميساج بعث واحد ميساج واحد ميساج وحيد
العباد اللي يتفرجوا فيك توا انت بعثت ميساج ما كنتش مصدق ان انت باش تربح وتجيب احذانا بالرسمي يعني مانيش مصدق الخطوه احكي لهم احكي لهم انا نسوق وهكا وجاني ميساج معناتها احكي لهم ليه الحبل اللي توا احكي لهم قول لهم انت كنتش مصدق وهكا لعبت وشنو اجرى لك هي والله نسوق معناتها برزا شويه واحده عملت ميساج انفوي وخليت قعدت هكاك من بعد نقص لقيت اسمك موجود ايفيكتيفمون افشل الشاشه اي لوطه كيما تقول انت افشل الشاشه ومن بعد خويا جيت بحثنا هنا دونك انت يا سيد المواطن الكريم كان تتفرج في الدار ما عليك كان تعمل كيف هو كان تحب تكون بلاصتك هنا بحثنا وتربح المليون كاش ما ينساش يعطيك مريم المليون ولا وتبت في الشارع ولا حاجه باش فازي مريومه مرحبا مرحبا تتسلم الجائزه والمليون قاعد يغزر لها والله قاعد يعمل لك والله المدام تتفرج جيت زب على زب حشمني على الاخر صاحبي شو اسمها المدام شو اسمها المدام رجاء 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 دخلي للدار اليوم سيدي ان شاء الله ألف مبروك ليك المليون كاش ما عليكم كان تلعبوا خاطر اللعبة راهي باش تكون على 10 ملايين باش تلعب في ال 10 ملايين ولا ايه؟ تبيعة 10 ملايين كاش ما رجعت مدهم لك ليتيسيا ها هي ريتها هاي ان شاء الله قلها ليتيسيا بعلوشتي عبد الحميد فهمتك فهمتك أمي عزيزة باه بدا يسلك تو يسلك فيها قاعد مزيان باه فيهم هما شكون أحلى واحد يعجبك والله الكل يختار نعرف كل يعجب اختار لي واحد حبك هكا واحد والله الكل حتى الميكرو يعجبك نورمال الكل واحد حبك تسلم عليه هكا تحرجوش يا راجل تحرجوش هو قال الكل اختار لي زوز لازم تحب الرسمية انت اللي بحذايا هذا الله حبيب قلبي العب يا يعيش قال خد تبع فيك في موزايك هذاك عليه يا سيدي نحب تحية كبيرة برشا مرة أخرى الأحلى مستمعين وأحلى مشاهدين في صفاقس نسلم عليكم برشا وتحية كبيرة برشا توصلكم باه ميس إم ديديكاس لعباد اللي يتفرجوا فيك شنو تحب تقول لهم؟ أول حاجة نحب نشكركم أنتم على الاستضافة الحلوة هذه ونشكر قناة التاسعة و بسم الله عليا اي اسم على دقوم الغالي تعرفين والعبيد اللي تبع فيا على انستغرام وعلى الفيسبوك قول لهم حطينا راني نحبكم برشا وميرسي الناس كل ويعطيكم الصحه يعطيك الصحه انت صديقه كبيره برشا ليك تقعدوا معنا جيريا جيب حاجه حلوه وابعث او بالاس ام اس على 85 860 تربح مليون وتنجم تدخل في القرعه نتاع ال 10 ملايين نعاود نرجعوا بعضنا بعد الاشهار